شاهدوا حصان صغير في الحصيرة الجميلة والرائعة. زي ما شايفين ده منظر الحصان الصغير، منظره الجميل في الحصيرة، يعني بصراحة حاجة قمة الجمال وقمة الروعة. ودي منظر الحصيرة الجميلة زي ما شايفين كده، عم بسم الله ما شاء الله. ده منظر الحصان. طبعا من مميزات حرص الحصان ان رجله بصوا ابيض اللون ده، لونه يعني جميل. تمام، هذا الحصان الصغير لسه ما الفضامش، ليه مولود حوالي شهرين ونص او 3 شهور ولسه ما الفضامش طبعا. وده منظره. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.